الموسيقى. في وثيقة كده للتذكار الجميل ده، وثيقة تدشين مذابح الكنيسة المرؤوسية الكبرى بالأزبكية، نص الآية: الآن يا إلهي لتكن عيناك مفتوحتين وأذناك مصغيتين لصلاة هذا المكان، إنه في اليوم يوم السبت الموافق 21 من شهر توت المبارك عام 1739 للشهداء، والموافق 1 من شهر أكتوبر عام 2022 لميلاد المسيح، قام قداسة البابا أنبثوذروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 118 وشريكه وآباء الأساقفة الأجلاء الحاضرون معنا بتدشين مذابح الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزباكية بعد تجديدها. المذبح الأوسط باسم الشهيد ماري ماركوس الرسول، المذبح القبلي باسم الشهيد فيلوباتير ميركوريوس أبي سيفين، المذبح البحري باسم الشهيد ماري جرجس لإقامة صلوات القدسات تقدم عليها التقدمات عن شعبنا من الكنيسة الكاثوليكية. قداسة الباب هيوقع والآباء الحاضرين. لقلبي طبي جني أبسطولوس في الشاين بندي قوسي أمصاد خلال ميش الله